السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة أمينة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بإذن الله غادي نديروا السلمون، عندنا سلمون بالمنسمات، فلفل حار وبطماطم معلبة صغيرة. هنا غادي نحتاج كوب ديال الطماطم معلبة، غادي نحتاج ملح وفلفل أسود، غادي نحتاج منسمات اللي هو اكليل الشغل والزعتر، غادي نحتاج فلفل حار نص وحده مقطعه، وهنا عندي ملعقه ديال البقدونس، وعندي زوج فصوص ديال الثوم. غادي نبدا، وطبعا زيت زيتون. غادي نبدا على بركه الله، بسم الله. هنا غادي نحط تقريبا واحد 3 المعالق ديال زيت زيتون، نستنى عليهم يسخنوا شوية. دابا غادي نحط السلمون اللي عندي، غنحطو من الجهة اللي فيها الجلد على من فوق. غادي نحط في الجوارب ديالها هاد الفلفل الحار، وغادي نحط الثوم، غادي نحط عليه الملحة، غادي نحط المنسمات اللي عندي، عندي الزعتر البري وعندي إكليل الجبل. نحط الفلفل الأسود، يعني رشة خفيفة لأني عندي فلفل حار. الحين بعد ما خليناها تقريبا 6 دقائق، غادي نحاولوا نقلبوها الجهة الثانية، كتشوفوا هي تحمر. الريحة ديال المنسمات صراحة رائحة جدا زكية. غادي نتسناو عليها تقريبا واحد 6 حتى 7 دقائق من الناحية الثانية، وشوفوا الحين بعد ما خليناه 6 دقائق غادي نحيدو فوق الطبق على جنب، وغادي وصلت الطماطم مع الصلصة اللي عندنا. هذيك الفلفل الحار والمنسمة بالزيتون والتوابل اللي عندنا، غادي نضيفو عليهم ملعقة البقدونس اللي عندنا، غادي نتسناو عليهم واحد 2 دقائق، غادي نطفيو عليهم. هيا ملي كتبدا تغلي عندنا بحال هكا كنطفي عليها، يعني 2 ديال الدقائق، 2 حتى 3 ديال الدقائق، انا خدات غير 2 ديال الدقائق دابا باش كتبدا تغلي بحال هكا. صافي كنطفي عليها النار، لان عندي هذه طماطم معلبة مع الصلصة ديالها، ما كتاخذش وقت كثير. غادي نسكر عليها النار، غادي نشوف الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الطبق النهائي ديالنا ديال اليوم، السلمون بالطماطم وصلصه الطماطم مع المنسمات. كنتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، والف هنا عليكم. انا قدمته اليوم مع برغل بالفلفل اصفر واحمر وبطماطم. كنتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم وتجربوه، وما تنساوش لايك واشتراك ديال القناة، وشكرا لكم، والف هنا وصحة عليكم.